أكدت عضو مجلس النواب مي أسامة في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الأحزاب السياسية هي قناة التواصل بين الشعب والأجهزة الرسمية، وأوضحت أنه يجب دعم دور الأحزاب السياسية خلال الفترة القادمة. ببساطة عندنا طرفين في الدولة، الطرف اللي هو الرسمي والحكومة والجهات الرسمية والشعب. القناة اللي المفروض للتواصل ما بين الطرفين هي الأحزاب السياسية، فأي ضعف لهذه القناة وضعف التواصل ما بين الطرفين هو ده اللي بيؤدي للمشاكل، لأن عندنا طرف الحكومة هو شايف إنه بيبذل مجهود، إنه عمل إنجازات على الأرض، إنه دايما في حالة تطوير وتصحيح مسار، والناس شايفة إنها مضغوطة وعليها ضغوط العيشة والغلاء، مش قادرين يتواصلوا مع بعض، فوجود أحزاب هي وجود القنوات اللي هتأدي قنوات شرعية.